ولمزيد من التفاصيل حول دعوات البعض لإجراء انتخابات مبكرة في العراق وإمكانية تحقيق ذلك تحت ضغط الأحزاب المستفيدة من البقاء والمتربحة أيضا من الفساد، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط الكاتب والباحث العراقي وسام العاني. أهلا بكم أستاذ وسام. اهلا وسهلا، تحيه لك سيدتي ولمتابعي قناه الرافدين. في الوقت الذي تتعالى فيه الاصوات لاسقاط نظام المحاصصه الطائفيه، تتعالى الاصوات ايضا بين مؤيد ومعارض للدعوه لانتخابات مبكره. الى اي مدى يمكن ان يتجه شركاء العمليه السياسيه لهذا الخيار؟ يعني في الحقيقه شركاء العمليه السياسيه ربما أمنيتهم الآن أن يستمر الكاظمي حتى انتهاء الدورة البرلمانية وحتى انتهاء فترة الوزارة التي بدأها عادل عبد المهدي، وبالتالي يماطلون في تنفيذ الوعود بالإصلاحات وعلى رأسها طبعا إجراء انتخابات مبكرة. ومن جانب آخر طبعا يثبتون أن التحدي أو الوعد الذي قطعه الكاظمي بإجراء الانتخابات المبكرة خلال فترة عام من بداية توليه الوزارة يثبتون أن هذا الأمر طبعا ليس بالواقعي. وفي الحقيقة هناك أيضا يعني عناصر وعوامل على أرض الواقع ربما تؤيد هذه النوايا بشكل كبير، من ضمنها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق نتيجة انخفاض أسعار النفط، وأيضا أزمة فيروس كورونا، وكثير من الامور ربما ايضا تهيئه البيئه التشريعيه والقانونيه والاجتماعيه والسياسيه لاجراء مثل هذا الحدث المهم الذي هو الانتخابات المبكره. فاذا تكلمنا عن اهم العوامل لاجراء انتخابات مبكره، بالتاكيد ستاتي في المقدمه هي اراده ونوايا شركاء العمليه السياسيه من تجاه إجراء هذه الانتخابات المبكرة. أستاذ وسام، دوافع خشية الأحزاب والكتل السياسية من الذهاب إلى انتخابات حقيقية ومستقلة أيضا؟ بالتأكيد الخشية الأولى تكمن في خسارة المكاسب الغير مشروعة التي حصلوا عليها خلال عقد ونصف من حكمهم للعراق ومن توليهم السلطة منذ عام 2003. وهذه الخشية تزداد بالتأكيد كلما ازدادت مطالب الجماهير والمنتفضين بخصوص إجراءات جوهرية لقانوني الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. فكلما جاءت التغييرات بشكل جوهري تسحب البساط من تحت اقدام فرقاء العمليه السياسيه والاحزاب الذين يشكلون السلطه في العراق منذ عام 2003، من هنا بالتاكيد تزداد الخشيه، وبالتالي تزداد خشيه الاطراف الاقليميه الداعمه لهذه الاحزاب. هل تتوقع مشاركه المواطنين في الاستحقاقات المقبله في حال اللجوء الى هذا الخيار الانتخابات المبكره؟ طبعا اذا تم اعتماد التعديل الذي تم مؤخرا على قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب نهايه العام الماضي، واذا تم الابقاء على قانون المفوضيه، فبالتاكيد لن يكون هناك توجه او مشاركه من قبل الشعب العراقي بهذه الانتخابات، لانهم ساعتها سيكونون امنوا بانهم امام ايضا محاوله تزييف وتزوير جديده. لكن بالتأكيد إذا كانت هناك إرادة كبيرة لإجراء لتعديل قانون الانتخابات العراقية، ومن قبل هذا تعديل الدستور وإنهاء كل مخرجات العملية السياسية، وبالتالي التصويت على قانون وحل البرلمان، وبالتالي إجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق دستور جديد، فبالتأكيد أنا أرى أن كثير من العراقيين سيتوجهون في تلك اللحظة الفارقة إلى الانتخابات. من ناحيتها اللجنة القانونية النيابية ترى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في ظل الظروف الراهنة، ما مدى واقعية التبرير بجائحة كورونا؟ يعني هو للواقع فعلا
المفوضية تحتاج فترة زمنية لتهيئة محطات الاقتراع وعددها بالآلاف، وبالتأكيد تحتاج إلى مستلزمات، وبالتالي تحتاج إلى أن يعني تجري تعاقدات من أجل توريد هذه المستلزمات، وتحتاج إلى أموال. طبعا ذكرت أرقام كثيرة عن هذه الاحتياجات المالية، ربما أدناها كان 300 مليون دولار وأقصاها حوالي مليار دولار، لكن بغض النظر عن المبلغ المطلوب فبالتأكيد عملية إجراء الانتخابات تحتاج أيضا إلى تمويل مالي، وهذا ما تعجز عنه الحكومة الآلية يعني الحكومة الحالية في ظل الظرف الاقتصادي الحالي. أيضا تحتاج إلى تشريع قوانين. خليني أرجع على موضوع كورونا. أزمة كورونا بأبعادها، فرض الحظر، الأنظمة الصحية، الإجراءات الوقائية، قد لا تكون هي السبب الأساسي والمعيق الأكبر لإجراء الانتخابات. بالإمكان إجراءها في ظل تنفيذ نظام إجرائي وقائي يحمي المواطنين، وهذا أمر يعني ممكن جدا. لكن في الحقيقة هناك أمور أخرى ربما تكون أهم من أزمة كورونا تعيد تنفيذ هذه الانتخابات المبكرة كما ذكرت آنفا، وعلى رأسها ربما تأتي الإرادة السياسية والفرقات السياسية. كانت اللجنة القانونية البرلمانية قالت أن المستفيدين من فساد مجالس المحافظات يسعون لإعادة تفعيلها. ما الذي يمنع اللجنة والنواب من مراقبة عمل هؤلاء الفاسدين ومحاسبتهم؟ طبعا بالتأكيد ما يمنعهم أنه أعضاء اللجنة القانونية هم أيضا يعني هم أيضا ينتمون أحزاب سياسية مشاركة في العملية السياسية، وأغلب هذه الأحزاب لديها هيئات اقتصادية تقوم بإجراء عمليات الفساد المالي والإداري. وما تقوم به هذه اللجنة في الحقيقة من تمثيل أدوار هو لا يرتقي إلا إلى ما نسميه بمسرحية هزيلة أمام الجمهور لإثبات أن البرلمان يمتلك صوتا قانونيا يستطيع ملاحقة ومحاسبة المفسدين. فكما رأينا فشل جميع اللجان التي شكلتها كل البرلمانات السابقة منذ عام 2005 لحد الآن، ونجد أن هذه اللجان في الحقيقة وجودها صوري وشكلي، حتى أن مناصبها تباع وتشترى كما تباع المناصب الوزارية ومناصب وكلاء الوزراء والدرجات الخاصة، وبالتالي لا يخرجون إلا بفقاعات للإعلام. فالسبب الرئيسي هم أيضا شركاء في كل عمليات الفساد التي تحصل في كل مفاصل الدولة ومن ضمنها مجالس المحافظات. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث العراقي وسام العاني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط.